السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شهيوات متنوعه بالقرع الاخضر ولا القرعه الخضراء بدون ما نحتاجوا ابدا اللحوم، كلهم كيجيو صحيين ولذيذين بزاف بزاف، اكيد غيعجبكم ان شاء الله الا جربتوهم. نبداو على بركه الله. اذا الوصفه الاولى غادي ناخذوا القرعه الخضراء ودائما طبعا نظفوها مزيان مزيان، ومن بعد نقطعوها قطع هكذا الى شرائح هكذا الى دوائر. ومن بعد غادي نحتاجوا الطماطم ولا مطيشه، غادي نحكوها بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيفوا لها التوابل، شويه ديال الابزار، الملحه، بابريكا ولا التحميره، وكذلك شويه الكمون. غادي نضيفوا الثومه تقريبا واحد جوج فصوص ديال الثوم ولا ثلاثه. اذا هنا عندي الثومه موجوده قبل. وغادي نضيفوا كذلك واحد جوج ملاعق ولا ثلاثه ديال القزبر ومعدنوس. اذا هنا كانوا عندي جاهزين، كنوجدهم في البيت. راه حطيت معكم قبل فيديوهات، يعني فاش ما كيكونش عندي الوقت في المطبخ عوض ما نبقى نقطع في القزبر ومعدنوس ونقاد الثومه، كيكونوا عندي جاهزين وبطريقه صحيه وزوينه. اذا كنزيد عليهم واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، وكنخلط المكونات كامله. صافي ها الماكله ديالي وجدات. كنجيب كوكوط ولا طنجره الضغط، ولا ممكن ديروا حتى في الطنجره، فقط لان الكوكوط كتسرع لنا العمليات 8 دقائق وكيكون الطبق محطوط في الطاوله. اللي كيبغي الحار ممكن يدير معاه هكذا واحد الفليفله حاره ولا ديروا شويه ديال الهريسه حتى هي كتلذها بزاف بزاف. صافي وما بقى لنا الان غير نديروا واحد ربع كاس ديال الماء. انا درته مع مطيشه فاش طحنتها. اذا نديروا واحد ربع كاس ديال الماء، غير واحد شويه. صافي ونسدوا طنجره الضغط، نخليها حتى تصفر الكوكوط، كنحسب ليها حتى كتصفر وكنحسب ليها 8 دقائق بالضبط. اذا كتحلو كتلقاوها بحال هكذا كي شفتوا معايا، الا لقيتوا فيها شويه الماء حيدوا عليها الغطاء وخليوها حتى تنشف تتعلق هذيك الصلصه وتجي بحال هكذا خاتره وزوينه، وكنقدموها بالصحه والراحه. واللي كيبغي مريقه اكثر ممكن انه يطفي عليها النار وهي باقا فيها لاصوص كثر، يعني قبل ما تنشف. اذا كيف قلت لكم بعد ما كتوجدوها كنديروها في طنجره الضغط وكنخليوها حتى كتصفر الكوكوط، كنخليو النار شويه متوسطه، ومن بعد كنقصوها بزاف، كنخليو النار ضعيفه وكنحسبوا لها 8 دقائق. ضروري ما تنقصوا النار، لما نقصوهاش غادي تحرق لينا. اذا كتجي بهذا الشكل هذا لذيذه وزوينه بزاف واقتصاديه كيف كتشوفوا بدون لحوم. نمروا ان شاء الله للوصفه الثانيه. نفس الشيء غادي نحتاجوا القرعه الخضراء او الكوسه ولا كلها كيف كاش كيسميها، نحكوها. اذا اللي عنده هكذا شي اله كتسهل عليه العمل، انا حكيتها هكذا في الاله اللي كتقطع ليا الحكاكه الغليظه. غادي نحتاجوا شويه القزبر ومعدنوس، الثومه، ونفس الشيء التوابل وشويه زويته بلديه. اللي ما عنده الزيت البلديه ممكن انه يطيب بالزيت العاديه، ولكن كتبقى الزيت البلديه هي افضل بكثير. اذا اول شيء حكيت هذوك ثلاثه الحبات ديال القرعه وحطيتهم هكذا في مقيله، حطيتهم فوق النار مع واحد المعلقه الزيت باش ينزلوا ليا واحد شويه بحال كيف كنديروا البصله، يعني حتى كينزلوا واحد شويه. وجيت كنقطع هنا القزبر ومعدنوس، الثومه، وغادي نضيف ليهم تتبيله. هانتو كيف شفتوا درت تقريبا واحد جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، واحد جوج فصوص ديال الثوم، ونديروا واحد نصف ملعقه ديال الكركم ولا الخرقوم، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، كذلك البابريكا ولا التحميره. اذا هذه العطريه اللي درت دابا. غادي نخلي الكمون بلاتي حتى البلاتي شويه ونزيدو، انا درت مليحه. ونزيد واحد المعلقه ديال الزويته بلديه. صافي من بعد ما كنلقى انها طابت ليا، يعني دغيا كطيب راه ما كتشدش الوقت لانها اصلا محكوكه القرعه تقريبا واحد 8 دقائق. صافي راها طابت وواجده، فكنجيب واحد جوج بيضات هكذا وكنديرهم في المقيله فوق القرعه، كنسرحهم شويه بمعلقه ونغطي عليهم، وها هي واجده. كتجي طورطيه ولا اومليت ولا اللي بغيتو، رائعه وزوينه بزاف، كيحماقوا عليها الدراري الصغار. كتجيب مذاق بيتزا، كندير لهم الفوق ديالها، كنحط هكذا شويه الفرماج محكوك، وكندير كذلك شويه الزعتر كنحكو بين يديا، وكنغطيها دائما كنغطيها حتى هذاك الفرماج كيذوب شي شويه. صافي راه كنطفي النار. اذا البيض راكم كيف كتعرفوا ما كيشدش الوقت، يعني غير كنديروا واحد جوج دقائق صافي تقريبا، وكنطفي عليها النار. صافي ها هي واجده، كنقدموها بحال هكذا بالصحه والراحه، كتجي رائعه وكتعجب الدراري الصغار بزاف بزاف. اذا نمر ان شاء الله للوصفه الثالثه. نفس الشيء عندي ثلاثه الحبات ديال القرعه، غادي نحكهم
غادي يحتاج كذلك القزبر ومعدنوس، الثومه دائما كتشوفوا طريقتي، يعني الا ما كانش عندي واجده فكنعصرها بحال هكذا بسرعه، وكنقطع القزبر ومعدنوس، ما كنديروش ابدا في المجمد، يعني الا ما كنتش موجده بطريقه صحيه كيف كتشوفوا في علبه ديال الزاج مع الزويته بلديه، فانا كناخذو طري هكذا وكنقطعو بين يديا. والتوابل هما اللي درت معاكم بحال قبيله، الخرقوم البلدي، التحميره، شويه الفلفل الاسود او البزار، الهريسه الى عندكم راه كتلذذ وكتجيبها زوينه بزاف، وزويته بلديه. اذا بنفس الطريقه اللي درت قبيله، يعني من بعد ما كتنزل، من بعد ما كتنزل شويه القرعه، كنزيد عليها ديك التتبيله وزويته بلديه، وكنحرك كل شيء، كنخلطهم وكنغطي عليها ونخليها واحد شويه طيب. راه في المقيله ما كتشدش نهائيا الوقت، تقريبا واحد 8 دقائق وهي واجده، كنحطوها بحال هكذا على شكل زعلوك هكذا، كتجي زوينه بزاف، سلطه دافئه رائعه، شهوه منها، لذيذه وصحيه هكذا، كتجي بهذا الشكل. اذا كيف شفتوا التتبيله اللي درت فيها، وممكن انني بنفس الطريقه اللي درت كنخليها شي مرات هكذا في المقيله عوض ما نحطها زعلوك، وكنزيد عليها واحد جوج حبات ديال البيض، كنخلطوها بحال هكذا. وكنغطي عليها واحد جوج دقائق مع البيض، صافي فكنلقاها جاهزه، يعني كنقلبها للجهه الاخرى كيف شفتوا، راه واخا خلطناها كتبقى بحال هكذا على شكل طورطيه، كتجي زوينه تاع الطريقه، زوينه بزاف، يعني سواء خلطتو راه كتجي بهذا اللون وبهذا الشكل، والا ما خلطتوش كيف وريتكم قبيله في الطريقه الاخرى كتجي بحال اومليت، يعني كيبقى بين البيض والفروماج الفوق، كتجي زوينه ورائعه. اذا كاع هادو شهيوات ممكن اننا نوجدو بهم القرعه، يعجبوا وليداتنا ويعجبوا كل شيء اللي عندنا في الدار، زوينين، ممكن تقدموهم كاطباق رئيسيه لاطفالكم، تقدموهم ليكم لضيوفكم كمقبلات مرافقه للاطباق. اذا الطبق الاخير ان شاء الله اللي غنوجد معكم بالقرعه الخضراء كذلك، اذا غناخذ هنا جوج حبات ديال القرعه وجوج حبات ديال الدنجال، غادي نقطعهم على شكل اصابع، واللي عنده هذه القطعه ديال الفريت راه كتسهل العمل، سهله جدا، غير كتحطها وكتضرب هكذا كتنزل عندك مصايبه، يعني ما كنوقفوش نهائيا في الكوزينه، عندنا هكذا غير كنضربو هكذا خبيطه، هي كتجي زوينه مقاده. صافي كندوزو دابا من بعد ما قطعنا الخضره ديالنا، كندوزو لتحضير الصلصه والتتبيله. اذا غادي نحتاجو على بركه الله طنجره الضغط، غادي نحطو فيها الخضيره ديالتنا اللي قطعنا على شكل اصابع بحال هكذا. وبالنسبه للتتبيله غادي نوجدها بطريقه سهله مهله، يعني غادي ناخذ واحد الميكسور وغادي ندير فيها مطيشه، انتو شفتوا حبه مطيشه كبيره هنا عندي، ولا غادي ديروا جوج صغار، قطعتهم هكذا شرائح غليظه، كذلك القزبر ومعدنوس حتى هما غلاض، الثومه، وخبز عليهم واحد نصف كاس ديال الماء وشويه التحميره باش ديك لاصوص كتجي ليا حمراء وزوينه، صافي وكنطحنهم، يعني ما كنحتاج حتى حاجه نرققها ولا قطعها صغيره هكذا، وكنطحنهم. فكناخذ هذيك الصلصه اللي وجدت نزيد عليها التتبيله. بالنسبه للتوابل غادي نديرو، ها نتوما كيف كتشوفوا معايا، غادي ندير واحد شويه زنجبيل ولا سكنجبير، واحد نصف ملعقه صغيره، كذلك نصف ملعقه صغيره من الخرقوم، اقل من نصف ملعقه، واحد ربع ملعقه ديال الفلفل الاسود، والملح حسب الذوق، زيت الزيتون واحد جوج ملاعق كبيره، واللي عنده الهريسه يزيد شويه، راه كتلذذها بزاف بزاف. وكنت سبق لي وشاركت معكم طريقتي في اعداد الهريسه، حطيت لكم فيديو في هذا الايام هذه. اذا انا سديت عليهم دابا، ما زدت حتى حاجه نهائيا، سديت الكوكوط وخليتها حتى كتصفر، كنقص عليها، كنقص عليها بزاف، وكنخليها 8 دقائق وكنحل. اذا بعد ما حليتها نتوما كتشوفوا معايا الخضيره راها طيبه، ولكن مازال فيها شويه الماء، ما كتشربش لان النار ناقصينها، فكنحيد الغطاء وكنخليها كتشرب باش كتعلق هذيك الصلصه، كتجيني خاتره وزوينه. اذا كيف شفتوا سديت الكوكوط، سديت وخليت النار متوسطه حتى صفرات الكوكوط، ومن بعد نقصتها بزاف وخليتها 8 دقائق بالضبط وحليتها. هو الشكل كيجي رائع، شهوه منه،
طبق زوين زوين بزاف بلا لحوم بلا اي شيء، صحي بالخضر. نتمنى احبتي تكون عجباتكم اطباق اليوم. الى عجباتكم ما تنسوش تدعمونا وتخليو لنا الاعجاب ديالكم.